انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين. يسعد مساكم جميعا. مساء الخير، ازيك يا دينا؟ واهلا بيك يا حسام. طبعا يعني النهارده في الحقيقه مواضيع كتير، وانتوا اكيد عندكم في الحلقه يعني حلقه الويك اند دايما تبقى فيها موضوعات مختلفه، بس انا الحقيقه العنوان الاخير لفت نظري جدا، انه لازم يكون في تكثيف للجهود الخاصه بمكافحه دلتا، المتحور دلتا اللي ظهر، وانه كمان في مشكله في المعدات الطبيه وفي الرعايه الطبيه، وده الحقيقه اللي اعلنت عنه منظمه الصحه العالميه. هل هتتناولوا الموضوع ده ضمن الموضوعات او في الفقره الاخباريه الخاصه بيكم النهارده؟ بالتأكيد يا ريهام، وعايزة أقول لك حاجة، أنه أنا النهاردة قبل الهوا جاية من مؤتمر طبي، يعني كنت مدعوة لي، لأنه الشركات المصرية اللي بتنتج الأدوية المصرية، إحنا كلنا فخورين بده، بتستعد دلوقتي لمواجهة متحور دلتا، وبتعمل الستاديز أو الدراسات بتاعتها على قد إيه الأدوية أو العلاجات اللي بتنتج محليا واللي موجودة في السوق المصري قد إيه فعالة في مواجهة متحور دلتا. فشكرا يا ريهام انك لفتي نظرنا لده، لانه طبعا ايه، احنا 90% مننا نسي يعني، والحقيقه انه ما ينفعش ننسى او نتغافل عن انه كورونا ما زال موجود. وان كان وزاره الصحه اعلنت طبعا ان انتم متابعين اكيد من خلال النشره استعدادها الكامل لمواجهه فيروس دلتا المتحور في حال قدومه مصر، يعني طبعا هو في تحذير دولي من 15 دوله بس الحمد لله مصر مش منهم لغايه دلوقتي، لكن التحذير كان بيخص 15 دوله في اوروبا واسيا وافريقيا كمان، الحمد لله مصر مش منهم لغايه دلوقتي. خلينا نتفائل ان شاء الله ما يكونش جاي يا رب. اكيد انا الموضوع ده واكثر في حلقه التاسعه، هنسيبكم حسام ودينا واكيد هننضم للمشاهدين. شكرا جزيلا، وشكرا موصول لكل حسام. فريق التاسعه، شكرا جزيلا. شكرا ريهام، وشكرا اميره، وشكرا. نبدا مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعه.